العربي اليوم للتلفزيون العربي من لندن، وفيه معركة الهيبة المفقودة الحديدة وتحذيرات من كارثة إنسانية. يجب أن يحصر السلاح بيد الدولة. العبادي ومساعي تشكيل كتلة برلمانية من بوابة الدعوة لسحب السلاح. في ليبيا دعوات لحماية دولية من حفتر. ميلانيا ترامب تنتقد سياسة زوجها الخاصة بفصل الأطفال المهاجرين غير الشرعيين عن عائلاتهم، وتقول علينا أن نأخذ العواطف الإنسانية في الاعتبار. قبل الشروع بمناقشة هذه الملفات نبدأ بموجز لأهم الأخبار، إذ عبر الأمير زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه البالغ من العمليات العسكرية في مدينة الحديدة اليمنية. من جهتها انتقدت صحيفة الغارديان البريطانية التحالف بقيادة السعودية وولي العهد محمد بن سلمان، والذي يسعى لاستعادة هيبته من بوابة الحديدة على حد وصف الصحيفة. قالت مصادر إعلامية إن نحو 52 مقاتلا موالين لنظام الأسد قتلوا في غارة جوية استهدفت بلدة الهرة جنوب شرقي البوكمال. وكالة أنباء النظام اتهمت التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة بالوقوف وراء الغارة، وهو ما نفته واشنطن. من جهة أخرى اتهم الحشد الشعبي العراقي واشنطن بقتل 22 من عناصر قواته في الغارة على الحدود السورية. استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي حسب ما أعلنت السلطات الصحية في قطاع غزة. من جهة أخرى قصفت طائرات الاحتلال 9 أهداف شمالية قطاع غزة ردا على الطائرات الورقية والبالونات المشتعلة التي أطلقها فلسطينيون من القطاع على حد وصفها. أعلنت البحرين أن وفدا إسرائيليا سيشارك في اجتماع لجنة التراث العالمي الذي تنظمه منظمة يونسكو، وتستضيفه المنامة خلال الفترة اعتبارا من 24 من الشهر الجاري. ووفقا لتصريحات منسوبة لمنير بوشناقي مستشار التراث العالمي بهيئة البحرين للثقافة والأثار، فإن من حق أي دولة في الأمم المتحدة المشاركة في هذا الاجتماع حتى وإن كان إسرائيل. دخل إيناكي أوردان غارين زوج شقيقة ملك إسبانيا اليوم سجن بليفيا لقضاء عقوبة بالسجن تمتد ل5 سنوات و10 أشهر في ختام قضية شوهت صورة العائلة الملكية الإسبانية. وأدين أوردان غارين العام الماضي بالاحتيال الضربي والاختلاس وإخفاء عائدات بملايين اليوروهات بالخارج، فيما كانت إسبانيا غارقة في أزمة اقتصادية قاسية. فاز مرشح حزب الوسط الديمقراطي إيفان دوكي في الانتخابات الرئاسية الكولومبية في منافسة غير مسبوقة بين اليمين واليسار، وحصد دوكي ذو 41 عاما على حصل على 54% من الأصوات مقابل 42% لمنافسه اليساري غوستافو فاترو. أبرز التحديات التي تواجه الرئيس الجديد هي تحقيق تنفيذ وعد الانتخابي بتعديل اتفاق السلام الذي أنهى 5 عقود من الحرب الأهلية. تحد من نوع آخر يقف في وجه دوكي، ألا وهو قدرته على الخروج من عباءة الرئيس المنتهية ولايته إخوان مانويل سانتوس، والذي سيترأس كتلة الحزب البرلمانية. جددت طائرات التحالف بقيادة السعودية قصف مواقع للحوثيين المتحصنين في مطار الحديدة باليمن اليوم، بعدما منيت الجهود الأممية الرامية لإقناع الحوثيين بالتخلي عن المدينة لإنقاذ سكانها بالفشل. إلى ذلك اتهمت صحيفة الغارديان يوم أمس ولي العهد السعودي بالهجوم على الحديدة من أجل استعادة هيبة
تقوضها الجغرافيا العسكرية على الأرض. هذا فيما عبر زيد بن رعد الحسين المفوض السامي لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ من الهجمات على المدينة التي تعتبر المدخل الرئيس للمساعدات التي يحتاجها اليمنيون بشدة. المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيت يؤجل مغادرته العاصمة صنعاء. تأجيل بحسب المراقبين ربما يعني النجاح في التوصل إلى تسوية بشأن تسليم مدينة الحديدة الساحلية لمنع اندلاع الحرب في شوارعها ومنع كارثة إنسانية، خصوصا بعد أن وصل القتال إلى مشارفها. الإمارات الشريك الرئيسي في التحالف العسكري في اليمن من جهتها أكدت أن الهجوم باتجاه ميناء الحديدة لن يتوقف إلا إذا انسحب الحوثيون من المدينة من دون شرط، ووصفت أبو ظبي مساعي المبعوث الأممي بالفرصة الأخيرة للحوثيين. يأتي هذا تزامنا مع معارك عنيفة بين الحوثيين والقوات التابعة للرئيس هادي في ضواحي مدينة الحديدة غربي اليمن. المعارك خلفت عشرات القتلى والجرحى من الطرفين. أعنف الغارات يشنها طيران وبوارج التحالف على مواقع الحوثيين في المنطقة. على الصعيد الإنساني أعلنت الأمم المتحدة نزوح نحو 5000 أسرة يمنية داخليا في محافظة الحديدة منذ مطلع يونيو حزيران. منظمات محلية تؤكد أن أعداد النازحين أكثر من هذه الأرقام، وما زالت موجات النزوح مستمرة مع استمرار توسع رقعة الاقتتال في مدينة الحديدة واستخدام الطرفين مختلف أنواع الأسلحة. نبيل اليوسفي، التلفزيون العربي. ومعنا في الاستوديو محمد صويلح المحلل السياسي. محمد، أهلا بك معنا في العرب اليوم. أبدأ معك من تصريحات الناطق باسم الحوثيين عندما قال إن التحالف تنتظره مفاجأة وبالتالي لن يستطيع حسم المعركة. على ماذا يعول الحوثيين أولا، وما هي مقومات الصمود لديهم؟ في الحقيقة هناك من الطرفين عزم كبير على دخول الحديدة، لأن الحديدة مهمة جدا للطرفين. الحوثيين بالنسبة لهم الحديدة هي شريان الحياة الأخير، وإذا ما حصل وحسم الأمر في الحديدة لصالح التحالف يعني أن الحوثيين سيكونون في وضع سيء سواء في الحرب أو في السياسة. لدى الحوثيين أوراق كثيرة، لديهم قوة بشرية ولديهم أيضا تسليح نوعا ما جيد، أيضا هم موجودون داخل المدينة وحرب المدن كما تعرفها في منتهى الصعوبة، وتجارب يعني خضت تجارب مثل هذه في اليمن من قبل. خلال الثلاث سنوات الماضية مثلا لم تكن معركة عدن سهلة أبدا، كانت الحرب من حارة إلى حارة في عدن وأخذت وقت طويل جدا، والحوثيون أعتقد عازمون على البقاء في الحديدة والإمساك بها لأنها الورقة ربما المهمة والأخيرة بأيديهم، في خصوصا وهناك حديث عن حل سياسي وخطة أممية وما إلى ذلك. ففقدانهم الحديدة يعني أنهم سيفقدون الشريان الرئيسي وسيكون موقفهم. طيب، هذا بالنسبة لموقف الحوثيين وتصميمهم على السيطرة على الحديدة والمحافظة عليها. من جهة أخرى التحالف أيضا يعقد العزم على السيطرة على هذه المدينة كل ما أوتي من قوة. الآن كيف سيتصرف التحالف؟ يعني هناك ضغوط دولية، مناشدات دولية بوقف الهجوم على الحديدة، ضغوط أمريكية أيضا، لأن يبدو أن الولايات المتحدة كانت قد طلبت من الإمارات والسعودية عدم اتخاذ القرار بالهجوم، ولكن القرار اتخذ من جانب التحالف العربي. ما الخيارات أمام التحالف الآن؟ الحقيقة الموقف الدولي ليس الآن الموقف الدولي في صالح التحالف، وحتى الموقف الأمريكي شهد تغيرات كبيرة وهناك تقارب. نعم، قيل أن الولايات المتحدة هي التي وضعت الخطة. بالضبط، ستقدم الولايات المتحدة بلا شك دعما استخباراتيا وعسكريا، خصوصا الآن وفي ظل إدارة ترامب هناك ما يشبه تطابق في وجهات النظر ناحية تحميل ما يحصل في اليمن لإيران. من قبل كانت الولايات المتحدة وبعض القوى الكبرى فقط تركز على القاعدة، هي لا تزال القاعدة وحرب القاعدة لا تزال أولوية، لكن الآن أيضا الحديث عن الدور الإيراني والسلاح الذي بيد الحوثيين كبير. لهذا أعتقد أن التحالف سيمضي قدما في المعركة، لأن التحالف في حاجة للحديدة ربما أكثر من الحوثيين، لأن التحالف دفع كثيرا والتكلفة التي تم دفعها كبيرة جدا، ولا بد من إنجاز على الأرض، خصوصا إذا الوضع في اليمن سيذهب ناحية
حل سياسي أو خطة أممية يريد التحالف أن يكون صاحب اليد العليا. نعم. خصوصا أن بعض التسريبات التي تناقلتها وسائل الإعلام حول هذه الخطة الأممية تتحدث عن حكومة وحدة وطنية تحت إشراف دولي. بالضبط، فيها مشاركة للحوثيين، وهذا مكسب للحوثيين أكثر وربما خسارة للتحالف الذي بذل الكثير في هذه المعركة. لهذا حتى التحالف أراد أن يظهر بمظهر المتماسك. الخلاف بين الحكومة الشرعية والإمارات أيضا تم نوع من شيء من المكياج عليه عندما زار رئيس هادي اليوم. زار رئيس هادي الإمارات، رئيس هادي أيضا ذهب إلى عدن، رئيس هادي أيضا في تصريحات له طلبا من التحالف ومن القوات اليمنية على الأرض الحسم العسكري. التحالف يريد أن يظهر بشكل صلب، وأعتقد أنه سيمضي قدما باتجاه المعركة بنفس العزم الذي لدى الحوثيين. طيب، كيف تقرأ اليوم أيضا تصريحات وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش بخصوص هذه المعركة؟ قال أن هذه المعركة مسألة وقت وأنها ستحسم لصالح التحالف، وأن هو يرغب أو ربما كان في اتفاق على إخراج الحوثيين عبر ممرات آمنة من المدينة. ما المقصود بذلك؟ لا أتفق مع الوزير، لأنه في خلال الحرب اليمنية خلال 3 سنوات دائما المعارك كانت صعبة بالذات في المدن، فمن الطبيعي والوزير الإماراتي نتحدث بهذا الشكل. لكن هناك المخاوف الأكبر حقيقة خصوصا فيما يتعلق بالوضع الإنساني، هو أن هذه المعركة بلا شك ربما تطول وتطول وتطول، لأننا سندخل في حرب داخل المدينة يقطنها 400,000 شخص أو 600,000 شخص، والحوثيون جيدون جدا في حرب العصابات، ولا أعتقد أن الأمر بهذه السهولة. فإذا ما حصل اشتباك كامل كما كان في عدن في 2015، فإن هذا يعني أننا أمام معركة ربما تطول. لا أعتقد. البعض يعتقد أن هذه المعركة هي اختبار لقدرة الجيش الإماراتي. هناك وجود لقوات إماراتية، لكن ليست 90% من القوات على الأرض هي قوات يمنية، لأن لا أعتقد أن قوات التحالف لا تريد أن تتورط بريا كثيرا في اليمن لأسباب كثيرة سياسية وعسكرية وأيضا تاريخية. لكن القوات الموجودة الآن في الساحل الغربي اللي تسمى الآن بالقوات المشتركة هي في جلها قوات يمنية. ربما هناك وحدات إماراتية أو غير ذلك أو من قوات التحالف، لكن لا أعتقد أنها تمثل عددا كبيرا. بالنسبة للحل السياسي، جريفيث يقدم إحاطته لمجلس الأمن عن محادثاته في اليمن، يبدو بأن هذه المحادثات لم تؤدي إلى أي نتيجة إيجابية، والحوثيون طلبوا مدة للتفكير في المقترح بخصوص ما ذكرت أن تكون هناك حكومة وحدة وطنية بإشراف دولي. قرقاش بالعودة إلى تصريحاته يقول أن الهدف الاستراتيجي من العمليات العسكرية في الحديدة هو دفع الحوثيين للرضوخ إلى حل سياسي، وهذا ربما لن يحصل، يريد الحوثيون السيطرة والبقاء في المدينة. ما الهدف الآخر إذا كان لن يكون هناك هدف عسكري؟ إذا ما سقطت الحديدة سياسي، وهذا ممكن الحصول، لا نقول أنه مستحيل، لكن ليس الأمر يعني سهلا. إذا حصل وسقطت الحديدة بيد التحالف، أعتقد الهدف الأساسي من العملية هو فعلا دفع الحوثيين للتفاوض. التحالف لن يدخل صنعاء عسكريا هذا أو حتى لن يقاتل في المرتفعات الغربية الشمالية الغربية الصعبة في اليمن. لكن سقوط الحديدة إذا ما حدث فعلا سيجبر الجميع للذهاب إلى طاولة المفاوضات. لكن إذا نظرنا إلى بعض الحيثيات التي ربما تسربت من هذه الخطة الأممية، هي غير منطقية في رأيي الشخصي للطرفين، لأنه الحوثي من ضمن الخطة وأن يسلم الحوثيون ميناء الحديدة، يعني تسليم رقبتهم وإضعاف موقفهم السياسي في أي حل. وبالنسبة للتحالف سيعني أن الحوثيين حصلوا على مكاسب كبيرة في مقابل الخسارة الكبيرة أو الجهود الجبارة الذي بذلها التحالف. فالتحالف يبحث عن أن يكون في أي تفاوض قادم صاحب اليد الطولة، وأعتقد سيفعل المستحيل. ولكن لن يكون له وجود بري داخل المدينة. التحالف موجود بشكل فقط هو دعم وبشكل إشراف، لكن لا ستسند المهمة إلى ابن أخ علي عبد الله صالح. حقيقة هو عمار يعني ابن أخ عبد الله صالح طارق صالح الآن يقوم، يعني هناك أخبار كثيرة جدا أن التحالف وهو مدعوم من الإمارات حاليا ومن قوات التحالف هو يقود والقائد الأهم ربما في هذه المعركة. شكرا جزيلا لك محمد صويلح المحلل السياسي على وجودك معنا في الاستوديو. شكرا. إذن ما زلتم والعرب اليوم وفيه بعد الفاصل. العبادي ومساعي تشكيل تحالفات ما بعد الانتخابات من بوابة الدعوة لحصر السلاح بيد الدولة.
أهلا بكم من جديد. قلب مقتدى صدر زعيم قائمة سائرون الطاولة على الجميع بإعلانه التحالف مع زعيم قائمة الفتح هادي العامري. هذا ووجد رئيس الوزراء الحالي حيدر العبادي نفسه في موقف صعب. قائمته حلت ثالثة في نتائج الانتخابات ويحاول الآن تشكيل جبهة مضادة يوازي تكتل الصدر والعامري. العبادي دعا إلى اجتماع سياسي عقب عطلة العيد لبحث مستقبل العمل السياسي فيما شكك خصومه في دوافع الدعوة. مواقف سياسية متباينة إزاء دعوة رئيس الحكومة المنتهية ولايته حيدر العبادي لاجتماع قادة البلاد حول طاولة مستديرة للتباحث بشأن تشكيل حكومة مقبلة وتحالفات سياسية داخل قبة البرلمان الجديد. ففي وقت أعربت كتل سياسية عن استعدادها لتلبية الدعوة باعتبارها خطوة لتجاوز الحالة الطائفية، اعتبر زعماء كتل سياسية أخرى لا سيما زعيم ائتلاف دولة القانون نور المالكي أن دعوة العبادي إن لم تقدم حلا للأزمة فإنها مفرغة من محتواها. هي محاولة من السيد رئيس الوزراء لتقريب وجهات النظر أو لاتخاذ موقف موحد اتجاه المشاكل الكبيرة التي تجتاح البلد وخصوصا قضية الدولة، قضية رئاسة الوزراء. بس يعني في تصور في اعتقادي مثل هذه الاجتماعات يعني لا تحدث أمرا كبيرا أو تحدث تحولا خطيرا ما دامت الأجندة السياسية وما دامت القوى السياسية الموجودة في البلد هي عبارة عن أجندة خارجية بشكل أو آخر. في الأثناء يمضي التحالف الجديد الذي أبرمه سائرون بزعامة مقتدى الصدر مع تحالف الفتح الذي يتزعمه هادي العامري في طريقه لتشكيل أول نواة للكتلة الكبرى داخل البرلمان الجديد دون انتظار اجتماع العبادي. فيما ينتظر ساسة كردستان العراق اتضاح ملامح المشهد السياسي في بغداد أكثر لكي يتمكنوا من اختيار الجهة التي ستكون مقصدهم في قابل الأيام. انتهت استراحة عيد الفطر إذن وبات على الفرقاء السباق مع الزمن للتوصل إلى اتفاق سياسي يفضي لتشكيل حكومة ترضي الجميع وقبلها إتمام التفاوض على التحالف الجديد داخل مجلس النواب، إذ لم يبقى سوى أيام قبيل انتهاء الأجال الدستورية التي بموجبها حددت أول جلسة نيابية نهاية الشهر الحالي للحيلولة دون دخول البلاد نفق الفراغ الدستوري. شفيق عبد الجبار، التلفزيون العربي، بغداد. معنا من بغداد السيد وائل الركابي الكاتب والباحث السياسي، أهلا بك معنا السيد وائل. بداية، كيف تقرأ دعوة العبادي القوى السياسية إلى اجتماع، وهل بمقدور العبادي الآن تشكيل تكتل موازن بوزن تكتل الصدر مع العامري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم المشاهدين الكرام. أولا علينا أن نعرف أن هذه الدعوة التي وجهها السيد العبادي هي تأكيد آخر على أن هناك خلافا ما زال مستمرا بين زعماء الكتل السياسية أو بين كل الكتل السياسية برمتها بعد دعوة السيد مقتدى الصدر لهكذا اجتماع قبل أكثر من 3 أو 4 أيام. وبالتالي هذه الدعوة جاءت أيضا لتؤكد أن الخلاف ما زال مستمرا، فضلا عن الإعلان المسبق بأن ولادة عمر الحكومة العراقية التي تأتي نتاج لتشكيل كتلة كبيرة قد يطول إلى مدة لم يتوقع، يعني أكثر لربما من الأشهر القادمة. وبالتالي هذه الدعوة يعني شابها بعض الغموض أو أن فيها بعض الجزئيات التي تحتاج إلى حقيقة إلى التفصيل في الحديث عنها. يعني السيد العبادي عندما يدعو إلى هكذا دعوة سياسية بعد عطلة العيد وهو لا يستطيع أن يضمن من كان متحالفا معه في كتلته التي حصلت على المرتبة الثالثة، لأنه موجودين في كتلته مجموعة ترفض أن تتحالف مع كتل سنية أخرى أو مع الكرد أو مع بعض الأحزاب الأخرى. هذه كلها أمور أنا أعتقد أنها تأكيد آخر بأن المشاكل لا تزال موجودة وهي لعبة من السيد العبادي لتأخير ولادة الحكومة. بمعنى يعود التأكيد بأن السيد مقتدى الصدر خالف كل التوقعات بتحالفه مع الفتح بقيادة العامري،
وأيضا تحالفه مع حتى الخزعلي الذي كان يصف ميليشياته بأنها ميليشيات وقحة، وبالتالي قلب الأوراق وخلط الأوراق الآن على السيد العبادي، على السيد حتى على السيد المالكي، على اياد علاوي، كل هذه الأطراف الآن، العبادي، المالكي، علاوي، ماذا بيدها أن تفعل مقابل هذا التحالف بين العامري والصدر؟ هل هناك خيارات الآن أمامها؟ هل هي قادرة أم لا؟ يعني تحالف سائرون مع فتح هو لعبة سياسية بشكل طبيعي، يعني يفترض أن يقابلها إذا كان من لا يؤمن بهذا التحالف أن يعمل على نفس التوجه بتشكيل تحالفات أخرى إذا ما أراد أن يلغي هذا الحجم الكبير الذي ألفه سائرون مع الفتح. وبالتالي من الممكن جدا أن تكون تحالفات أخرى. نعم، من الممكن أن تكون تحالفات أخرى، لكن الذي أريد أن أقوله أو أوضحه أنه نعم هناك يعني إمكانية في أن يكون تحالف أمام فتح وسائرون يستطيع أن يكون هو الكتلة الأكبر، لكن على ماذا يتحالفون؟ يعني المشكلة اليوم أتصور برأيي الشخصي أن الجميع يسعى إلى تأخير تشكيل الكتلة الأكبر، لأنه الكتل التي تريد أن تحظى على منصب رئاسة الوزراء هي التي ترغب في تأخير تشكيل الحكومة، لأنها لا تستطيع أن تراهن على أنها قادرة على حل أو إيجاد حل في حال ولكن ما الغرض من الغاية في نهاية هذا وائل. العام نهاية هذا الشهر إذا كانت الغاية تأخير تشكيل الحكومة؟ لأنه مشاكل عالقة كبيرة، وبالتالي ما الهدف؟ مشاكل يعني ما الغاية كبيرة عالقة إذا كانت الكتل في غايتها أن لا تتشكل حكومة؟ يعني ما الغاية من هذا؟ حتى تعطي لنفسها فرصة زمنية أبعد من الممكن جدا أن تحصل فيها من خلال المحاصصة المعمول بها والتي سوف تعاد في هذه الدورة أيضا، أن يحصل الجميع على مطالب يعطى في وجهها الخارجي اسم الفضاء الوطني واسم التوافقية والابتعاد عن الطائفية، لكن الواقع الحال طيب. أن الأربع سنوات القادمة على العراق هي أسوأ بكثير من السنوات يعني الماضية مثلاً التي مرت يعني على العراق من خلال المحاصصة. يعني أنت غير متفائل تماما، ولكن سيناريو متوقع الآن يعني لهذه التصورات السوداوية إذا صح التعبير، فراغ دستوري، ما هي الصورة القادمة برأيك؟ لا، أنا أتصور أنه سوف لن يمر العراق بفراغ دستوري، سوف تتحالف الكتل الأخرى وتحديدا الشيعية، ما تبقى من الكتل الشيعية مع بعض من الكتل السنية سوف تدخل مع سائرون والفتح في الأيام القادمة، لكن هذا الدخول لا يعني أنهم يستطيعون أن يشكلوا الحكومة بسرعة فائقة، لكن فيها مصالح، فيها حديث عن ما هي التي الوزارات التي لهذه الكتلة من دونها، وبالتالي التفاهمات هي التي سوف تكون يعني من الممكن أن تكون عامل مساعد. أنا الذي أريد أن أقوله أنه الأربع سنوات القادمة هي ذاتها السنوات التي مرت وسوف لن تكون هناك كما يقولون لا حكومة أبوية ولا توافقية ولا أغلبية سياسية ولا فضاء وطني. طيب، شكرا جزيلا لك سيد وائل الركابي الكاتب والباحث السياسي، كنت معنا من بغداد. ما تزال المعركة بين الجدران وحفتر على أشدها للسيطرة على منطقة الهلال النفطي. السعة التخزينية في رأس لانوف النفطي انخفضت من 1,000,000 برميل تقريبا إلى النصف بسبب القصف الجوي الذي تتعرض له المنطقة من قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وبينما تطالب المؤسسة الوطنية للنفط من الجدران الانسحاب الفوري وغير المشروط من الهلال النفطي، يطالب الأخير بحماية دولية للمواطنين في المنطقة. معنا من طرابلس محمود اسماعيل الكاتب والباحث السياسي. سيد محمود، أهلا بك في العرب اليوم. إلى أي مدى ممكن أن تصل المواجهة العسكرية بين الجدران وحفتر؟ هل ممكن أن تمتد إلى مناطق أخرى مثل جدابية مثلا؟
بكل تأكيد لا شك أن هذه المعارك قد عرت حقيقة وجود ما يسمى بجيش وطني لدى حفتر، وواقع أنه خلال 45 دقيقة انهزم هذا البعبع واختفى. نحن لا نقول أن مباشرة أن عملية الصراع الموجودة على ما يتعلق بالهلال النفطي يجب أن تتوقف، ويجب أن يكون ملكا للليبيين جميعا، ويجب أن لا يكون الصوت النشاز وصوت الإشكال حفتر جزء من المشكل، وقد قام بتجيير السيطرة على هذه الحقول النفطية لصالحه من الناحية السياسية، فدعي إلى باريس من أجل أن يكون طرفا وقد كان عسكريا وتقاعد، هو عقيد عسكري متقاعد. هذه هي الحقيقة، لا يقال بأن مباشرة. نعم هناك أخطاء وردت في الماضي من قبل الجدران، ولكن ما يجب أن يقال أيضا أن هذه القوات التي تقدمت هي مطالباتها يجب أن تكون مطالبات حقيقة شبه مشروعة، يجب أن يقال أنها مشروعة من ناحية أنها تطالب بإرجاعها لما يتعلق بأعمالها، وهي جزء أصيل وهي جزء من المنطقة وجزء من تكوينة الشعب الليبي، وأيضا مطالباتهم في أن تقوم المؤسسة باستئناف ما يتعلق بالعملية التصديرية وحماية ما يتعلق بالمواطنين وحماية المواني والتصديرية النفطية، خاصة ونتكلم على سدرة ورأس لنوف. هذه المواني التي نشأت قبل القذافي بسنة 1964، ويصل ما يتعلق بإمكانيات إعادة تصديرها إلى 6,500,000. نتكلم على أن اثنين منهما اثنان في الأساس قام بقصفه. من قام بقصفه؟ ما قام بقصفه هو طيران، وهذا ما أكدته أفريكوم فيما يتعلق بتقريرها الذي ورد، والذي يدل واضحا على أنه تم القصف بطيران روسي قديم متهالك جاء من حفتر. نعم. هذه طيب الحقيقة التي يجب أن يعيها الجميع. نعم، هذه المعارك تكشف عن الدور المؤثر للقبائل الموجودة طبعا في المنطقة مثل قبيلة المغاربة، حتى أن قبيلة الطوارق قيل أنها شاركت في المعارك إلا أن بعد ذلك تم نفي هذا الأمر. دور القبائل هل عادت بتأثير أكبر الآن؟ وطالما ذكرت اتفاق باريس، ما الذي تبقى من هذا الاتفاق بعد هذه المعارك؟ لم يبدأ، أعتقد أنه انتهى من حيث بدأ، لأنه لم يكن يكتب له النجاح، لأن أعتقد أنها محاولة مغازلة في أن يتم العمل على تعددية الأطراف بدل من ثنائيتها. فالاتفاق الصخيرات بني على جسمين رئيسيين، مؤتمر وطني ورثه ما يتعلق بالمجلس الدولة وأيضا ما يتعلق بالبرلمان، وها هي الآن تتعدد الأطراف ما بين الجسم التنفيذي الذي يتمثل في المجلس الرئاسي، وأيضا جسم ولد من حيث لا ندري له وهو حفتر، وهو فرد وهو ينتمي إلى منظومة عسكرية وأسر، وكان جزء من المخابرات الأمريكية، ثم جيء به من أجل أن يتم تعميده، وأيضا تم دعمه بطريقة أو بأخرى، بل جهارا نهارا نتكلم على دعم بإعادة خلق السيسية من خلال مصر وأيضا من خلال الإمارات، كل ذلك منبود ومرفوض. فالليبيون يريدون أن لا يعاد تجديد ديكتاتورية جديدة في بلدهم، وأن يكون هناك جيش وطني، لا أن يكون مختزلا في شكل فرد ولا في أبنائه الذين تم ترقيتهم لأعلى المناصب بدون أن يمرون بما يتعلق بالمراحل العسكرية الممكنة. نتكلم على مناطق يجب على الحكومة عندما مدت الأيدي الآن لماذا يجب أن يسيطر عليه حفتر أو لا يكون نفطا، يجب أن تسيطر عليه أيضا. ولكن طالما ذكرت الحكومة، حكومة الوفاق تحديدا، حكومة الوفاق نأت بنفسها عن ما يجري في الهلال النفطي، لأنه بالبداية كان الجدران يقول بأننا نريد العودة إلى هذه الأراضي تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني، وهذا ما رفضته حكومة الوفاق. من هي الأطراف الفاعلة في هذه الأزمة تحديدا في الهلال النفطي؟ وهل صحيح ما يقول حفتر بأن هذه العملية محاولة لصرف الأنظار عن عملية درنا؟ أبدا كل ذلك لا يكون. فأعتقد واقعيا أن حفتر عندما حاليا حكومة أو ما يتعلق بالمجلس الرئاسي نأى بنفسه على كثير من الملفات ولم يتناول الكثير منها، بل ظلت إجراءاته وكلماته جد خجولة، وما يجري لا يمكن الحديث على ما يتعلق بشرعنة هذا وما يتعلق بخروج ذاك. فحفتر لا يعترف بالمجلس الرئاسي، وأيضا الجدران إذا كان خروجه غير ليس بإرادة المجلس الرئاسي إلا أنه قد مد يدا في أن هذه المواني النفطية هي ملك للليبيين جميعا، وأنا مستعد للتعامل مع المؤسسة، فلماذا يقبل هذا ويرفض ذاك إلا إذا كان ذلك تجييرا من أجل إعادة صناعة حفتر أو من أجل العمل على رفع أوراقه أو قيمه التي هبطت هبوطا حادا. نتكلم على أنه ما لم يكن هناك تدخل من قبل دول أجنبية لن يستطيع الجدران الدخول إلى المواني النفطية ما لم يكن هناك تدخل، ويبدو أن هناك إمكانيات أو رسائل حقيقية
واضحة أن التدخل لن يتم وأن حفتر يبدو أنه نهايته قد أدنت، لأنه حقيقة قد قام بارتكاب الكثير. فما حقيقة ما حصل ببنغازي وما يحصل في الكثير والكثير، هناك تعذيب وهناك إجراءات وهناك أيضا سيطرة وهناك خروج على ما يتعلق بالسلطات وعدم الاعتراف. لكن أفهم من كلامك السياسي وغيره. نعم سيد محمود، أفهم من كلامك أن الجدران مدعوم من جهات دولية ويمكن في المستقبل أن يكون رقما صعبا في المعادلة السياسية الليبية، هذا ما تقول أم أن تأثيره سيكون محدودا؟ أعتقد بأنه مدعوم من أرضه، هو موجود بتلك المنطقة ويدرك أنه كان موجودا فيها، لن يكون، يجب أن لا يخرج عن دوره ويجب أن يكون جزءا من مكون يسع الجميع الليبيين، ويجب أن تكون هذه القوة التي تحمي ما يتعلق بإيرادات الدولة الليبية للجميع. على المجلس الرئاسي أن يتحرك وينشئ قوة مشتركة وأن يبعد حفتر، وأيضا أن يكون الجدران إذا أراد بأن لا يكون جزءا منها. إذا نتكلم على أنه هؤلاء هناك أربعة مراحل وأربعة حروب خاضها الليبيون من أجل أن يكون هناك كر وفر تنتهي بإمكانية أن تستخدم دولة من أجل ضرب مجموعة من الأفراد الذين يريدون أن يكونوا جزءا من المشهد، ولذلك لا ينتصرون لليبيا وإنما ينتصرون إلى حفتر. حفتر يريد أن يسيطر على المشهد وأن يجيره لصالحه وأن يكون دكتاتور ليبيا. حفتر يريد السيطرة على المشهد، والسؤال الآن هل سيقبل حفتر بوجود ند له على الساحة الليبية وخاصة في الهلال النفطي؟ السؤال الذي يطرحه هو هل يمكنه أن يصمد بنفسه ما لم تدعمه دول، وهل الدول مستعدة إلى دعمه إلى ما لا نهاية؟ أعتقد أنهم أدركوا حقيقته وأن البعبع الذي قام وظل يغرد به ليس حقيقيا، فما يتكلم عنهم من وجود جيش وطني وأن الوطنية قد اختزلت فيه في حين أنه قد هربت منه، فقد تم أسره في تشاد ومر بمراحل ولم يشارك إلا في كثير من المجازر، وما مجازر محمود الورفلي وغيرها منه بكثير. هناك الكثير والكثير مما يقال وما يراد بالليبيين في أن ينتجوا نظاما سياسيا وديمقراطية ناجزة وأن يحاربوا الإرهاب وأن يحاولوا قدر الإمكان أن ينجزوا نوعا من التوافق الاجتماعي، لأن النفط يجب أن يكون ملكا للجميع. حفتر سيكون صوت نشاز وعليه أفضل هدية أن يقدمها للليبيين. هل هذه المعارك ستضع حفتر في موقف ضعيف؟ جدا ضعيف، هو الآن أكثر ضعفا مما كان قبل، وكان يتوقع أن يكون على صهوة جواد فانتكس الجواد وسقط هو ولا يستطيع أن يتقدم خطوة، فهو يستجدي ربما يحاول بطريقة أو بأخرى أن يستجري مصر أو غيرها من أجل أن يحضر طائرات من أجل أن يكون هناك قصف، فليس له تفوق على الأرض وليس له قدرة على ما يتعلق بهذا، والطائرات الموجودة هي طائرات قديمة وقديمة جدا، يريد قام بالقصف على ما يتعلق. ما يجري الآن من إعدام لخيرات وقدرات الليبيين هي جزء من صنيعه، لأن هناك أيضا نتكلم على أن ما تم تفجيره من أنابيب أو ما تم تفجيره من خزانات، هناك خزانين تم قصفهما واستهدافهما من قبل هذا الطيران، وهذا ما ثبت في تقرير أفريقوم. إذا نتكلم على وجوب ما يتعلق بإنهاء النزاع ووقف القتال والعمل على الانسحاب وأن تشكل قوة مشتركة. الليبيون ملوا ما يتعلق بالعسكريتارية وأن يحاولوا قدر الإمكان اللجوء ببناء دولة ديمقراطية، ويجب الحديث عن القبائل ودوها في ليبيا، كيف أو إلى أين ممكن أن تصل العلاقة بين حفتر والقبائل التي جندها في المعارك في معاركه؟ أعتقد بأنها قد بدأت تفرض، خاصة وأن كثير من أبنائهم سواء كان بالمنطقة الشرقية قد قتلوا ضحايا لحروب ثم أو ضحايا لأحلام حفتر في عمليات السيطرة، وما الأخير فيما يتعلق بالمغاربة من الذين تم أيضا القبض على هوية بكثير منهم، نتكلم على أعداد ونتكلم أيضا على الذين قتلوا فيما يتعلق أسرة كاملة تم قتلها بقبل الطيران الذي يتولاه حفتر، وأيضا الذين تم القبض عليهم بمجرد أنهم لا يريدون حفتر. هناك محاولات يائسة من أجل السيطرة واستمرارية السيطرة من هؤلاء، لا أعتقد أنها تدوم. واقع عملي أن قدراته على المقاومة محدودة ومحدودة جدا إلا بمعونة الدول وبمعونتها العسكرية الفعلية القوية، ولذلك عندما نقال إن 45 دقيقة تمت السيطرة فيها على الحقول جميعا، إذا نتكلم على لا شيء من ناحية حفتر إلا الهداميات وإلا البعبع الكلامي، هذه هي الحقيقة. شكرا جزيلا لك. وهذا ما يدرك العالم والجميع. نعم. وعليهم أن يدعموا ليبيا إذا أرادوا ليبيا. شكرا جزيلا لك سيد محمود إسماعيل الكاتب والباحث السياسي من طرابلس.
نتابع بعد الفاصل. التعتيم على الجريمة، إسرائيل تسعى لتجريم كل من يصور جنودها خلال أدائهم لعملهم. أهلا بكم من جديد. في بيان فريد من نوعه انتقدت السيدة الأمريكية الأولى سياسة زوجها بشأن فصل أطفال المهاجرين غير النظاميين عن أهليهم. مديرة التواصل لدى ميلانيا ترامب نقلت عن الأخيرة كرهها لرؤية الأطفال يفصلون عن عائلاتهم، مضيفة أن على الولايات المتحدة الأخذ بالعواطف الإنسانية في الاعتبار في سياساتها. التصريحات المنسوبة لزوجة الرئيس الأمريكي تأتي عقب تصاعد الجدل حول سياسة ترامب الصارمة تجاه المهاجرين غير النظاميين، والتي أدت لفصل قرابة 2000 طفل عن ذويهم خلال الشهرين الماضيين. من واشنطن تنضم إلينا مراسلتنا ريما أبو حمدي. ريما أهلا بك. هل من الطبيعي أن تقوم السيدة الأمريكية الأولى لما لها من رمزية ومكانة في المجتمع الأمريكي في انتقاد سياسة زوجها في العلن؟ يعني قد يكون هذا مستهجنا من قبل كثيرين، ليس فقط لأن السيدة الأولى عارضت أو تعارض بهذا البيان الذي صدر عن المتحدثة باسمها سياسة زوجها فيما يتعلق بفصل الأطفال عن ذويهم، ولكن أيضا لأن السيدة الأولى لا تتحدث بالسياسة بشكل كبير، لطالما كانت منعزلة عن الإعلام، لا تتدخل في الشؤون السياسية، اتخذت منحا مختلف بشكل كبير عن السيدات في السابق، سيدات البيت الأبيض في السابق. وبالتالي السيدة الأولى الآن ميلانيا ترامب تكسر ليس حاجز واحد فقط، ولكن أكثر من حاجز عندما تعارض سياسة زوجها فيما يتعلق بفصل الأطفال، وأيضا تتحدث في السياسة في وقت لم يعرف عنها تدخلها في السياسة في الولايات المتحدة بشكل كبير. هذا الموضوع جدلي في الولايات المتحدة بشكل كبير، ولهذا السبب يقول كثيرون ربما لهذا السبب وجدت السيدة الأولى نفسها مضطرة للحديث حول هذا الموضوع، خاصة بعد أن لجأت الإدارة الأمريكية للجوء لاستخدام الإنجيل لتبرير السياسة المتشددة ضد المهاجرين غير الشرعيين على الحدود. لم يكن هناك مبرر آخر مقبول من قبل ليس فقط الديمقراطيين، ولكن أيضا الجمهوريين، المؤسسات الحقوقية والإنسانية داخل الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، مجلس حقوق الإنسان، مؤسسات كثيرة تعارض هذا النهج المتشدد إزاء المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة. السيدة الأولى يقول محللون ربما وجدت نفسها مضطرة لأن تعلن رأيها بهذا الموضوع كأم وكسيدة أولى، لطالما أو قالت إنها تريد أن يكون الأطفال بصحة جيدة في الولايات المتحدة. وكذلك فعلت الأطفال بهذا الشكل. نعم. كذلك فعلت لورا بوش وهيلاري كلينتون. شكرا جزيلا لك ريم أبو حمدي، وطبعا سنتابع معك هذا الجدل الكبير حول سياسة فصل أطفال المهاجرين في الولايات المتحدة. شكرا لك. أقرت لجنة التشريع الوزارية الإسرائيلية طرح مشروع قانون خاص يقضي بفرض عقوبة السجن على كل من يقوم بتوثيق جرائم الاحتلال. التشريع الجديد يأتي تحت مسمى تصوير جنود الاحتلال الإسرائيلي خلال أدائهم لعملهم. وينص مقترح القانون أيضا على السجن 10 سنوات في حال تبين أن الهدف من التصوير المس بالروح المعنوية للجيش والتشهير بالجنود، وفقا لعضو الكنيسة روبرت إيلي طوب الذي اقترح المشروع. توثيق جرائم كهذه ونقل صورها إلى العالم قد تغدو قريبا جريمة عقابها السجن. هذا ما تعد له سلطات الاحتلال التي أقرت أخيرا مشروع قانون بهذا الشأن تمهيدا لطرحه في الكنيسة للتصويت.
المشروع الذي بادر به حزب البيت اليهودي ينص على حظر تصوير جيش الاحتلال خلال أداء مهامه بحجة المس بأمن الدولة العبرية، وإلا يعرض المصورون أنفسهم للأسر لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات. القانون وصف حتى من أوساط إسرائيلية بغير الواقعي وأنه صعب التطبيق. الحديث عندما نقول ليست واقعية، الاحتلال سيحاول أن ينتقي انتقام بمعنى استهداف الصحفيين الفلسطينيين أو اليساريين الإسرائيليين الذين يوثقون جرائم الاحتلال. في حال توجه السلطة الفلسطينية إلى محكمة الجنايات الدولية، هم يريدون أن يحصنوا جنودهم وضباطهم وقادتهم من عمليات الاحتقان والمثول أمام المحاكم الدولية بتهمة ارتكام جرائم حرب. إعدام الشاب عبد الفتاح شريف وهو ملقى على الأرض بلا حراك في الخليل قبل عامين. قمع مسيرات العودة في قطاع غزة هذه الأيام وغيرها كثير تعد أمثلة على الانتهاكات التي أحرجت سلطات الاحتلال وفضحت رواياتها حول أنشطتها العسكرية. غالبية هذه الأحداث لم يوثقها صحفيون وإنما مواطنون عاديون عبر هواتفهم النقالة أو كاميرات زودتهم إياها منظمات حقوقية إسرائيلية كبتسالم. أولئك سيكونون الهدف الأول من وراء القانون الإسرائيلي كما قال بعض من شارك في حياكته. لا تلبث الدولة العبرية أن تتباهى بديمقراطية زائفة حتى تكون هي السباقة في نسفها عبر هذه القوانين والإجراءات. هي تحرص على إخفاء جرائمها عن أعين العالم أجمع. لسان حال الشعب الفلسطيني هو الشمس لا يمكن أن تغطى بغربال. بشر صغير، التلفزيون العربي، القدس. وللمزيد معنا من القدس السيد محمد دحل، المحامي والخبير في القانون الإسرائيلي. أهلا بك معنا سيد محمد. بداية، ماذا يعني هذا القانون من الناحية العملية، وهل يتفق وبنود القانون الدولي فيما يخص الحصانة الإعلامية؟ هو لا يتفق مع القانون الدولي، وحتى لا يتفق برأيي مع القانون الإسرائيلي، ويعتبر بنظري غير دستوري لأنه يمس بالكثير من الحقوق والحريات، وعلى رأسها حرية التعبير عن الرأي، وأيضا الحق بالمعرفة بما يجري. تصوير الجنود اعتباره جريمة، هذا أمر مخالف أيضا للأعراف الدولية وللمواثيق الدولية. الهدف منه واضح، إخفاء جرائم الاحتلال، إعطاء حصانة لجنود الاحتلال، وهو بالواقع استمرار لسياسة قانونية متبعة منذ سنوات بإعطاء جيش الاحتلال الإسرائيلي وجنوده الحصانة عندما تكون الضحية فلسطينية. سبق هذا القانون بالماضي قوانين أخرى منعت من الفلسطينيين إمكانية مقاضاة الجنود وجيش الاحتلال حتى إذا تم قتلهم أو إصابتهم خطأ، حتى لو لم يكونوا ضالعين في أي أعمال ضد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي. إذن هذا القانون السابق يتلوه الآن القانون الجديد الذي يمنع أيضا التصوير بشكل عام بهدف عدم المس بما يسمى معنويات الجنود كما يقول مقترح هذا القانون، لكن الهدف واضح، الهدف هو منع أي إمكانية لفضح جرائم الاحتلال، الأعمال الغير القانونية التي يقومون بها، ونحن نتحدث عن كم هائل من هذه الأعمال يوميا في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة. طيب كيف تنظر إلى توقيت تشريع هذا القانون، سيما وأنه يعني يجري الإقرار عليه في ظل تقديم فلسطين المحكمة الجنائية الدولية ملفات، وبالتالي هل تعتقد أن لهذا المشروع، مشروع القانون وإقراره الآن، ربط بالمحكمة الجنائية الدولية وما سيقدم إليها؟ أعتقد أن هنالك علاقة بالموضوع، خاصة أنه في الآونة الأخيرة وبسبب التغييرات التكنولوجية التي حصلت أصبح كل مواطن عمليا معه يعني كاميرا أو تليفون بإمكانه التصوير من خلاله، وأصبحت إمكانية التوثيق وإمكانية فضح جرائم جنود الاحتلال أو حتى الشرطة الإسرائيلية يعني إمكانية واردة. هنالك العديد من الحالات، قضية الشهيد نديم نوارة الذي تم تصويره قبل عدة سنوات كطالب مدرسة عندما قتل وهو يحمل حقيبته المدرسية. هنالك مؤخرا أيضا قضية النشيط في مجال حقوق الإنسان في حيفا
الذي تمت إصابته من قبل أو ضربه من قبل الشرطة الإسرائيلية، ولولا وجود توثيق للكاميرات لما كان بالإمكان فضح هذه طيب الجرائم. طيب الآن من الجهة التي من المفترض أن تقف على هذه الجرائم؟ من الجهة الآن التي من المفترض أن تقف بوجه هذا القانون بالطريقة القانونية أيضا؟ بداية هذا يعني لازلنا نتحدث عن مشروع قانون. نعرف أن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية والذي هو غير معروف بأنه يعني داعم كبير لحقوق الإنسان أو لحقوق الفلسطينيين، حتى هذا المستشار القضائي للحكومة يعارض مشروع القانون الذي نتحدث عنه بالصيغة على الأقل الذي تم طرحه بها. بعد ذلك هنالك إمكانيات أخرى لمجابهته داخل أروقة البرلمان الإسرائيلي، ولكن أعتقد أن هذه الإمكانية ضئيلة جدا، لأن الدفاع عن جنود جيش الاحتلال هذا أمر مقدس بالنسبة لأعضاء البرلمان. بعد ذلك هنالك إمكانية للتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية من أجل إلغاء هذا القانون إذا تم سنه بحجة أنه غير دستوري وأنه مخالف لقوانين أساسية إسرائيلية سنت في الماضي، وبالتالي يجب إلغاؤه لأنه غير دستوري. من القدس السيد محمد دحل المحامي والخبير في القانون الإسرائيلي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا. أما الآن فإلى كأس العالم في روسيا، إذ حقق المنتخب السعودي فوزا صعبا على نظيره الكوري الجنوبي بهدف نظيف، وسجل هدف اللقاء الوحيد أندرياس جرانك فيست من ركلة جزاء في الدقيقة 65 من زمن اللقاء لتحصد السويد أول فوز لها في الجولة الافتتاحية من بطولة كأس العالم منذ عام 58. كما حقق المنتخب البلجيكي فوزا مستحقا على نظيره البنمي الذي يشارك للمرة الأولى في المونديال بثلاثية نظيفة في الجولة الأولى من المجموعة السابعة، وسجل للشياطين الحمر كل من مهاجم مانشستر يونايتد لوكاكو هدفين وزميله درايس ميرتنز لتحصد بلجيكا أول 3 نقاط لها في البطولة. يستهل المنتخب التونسي مشاركته في المونديال بمواجهة نظيره الإنجليزي على رأس الساعة المقبلة، وأجمعت الجماهير التونسية على صعوبة المباراة الافتتاحية أمام المنتخب الإنجليزي، لكنها تمنت أن ينجح نسور قرطاج في تحقيق أول فوزهم في المونديال الروسي. فكيف كانت التوقعات؟ نتابعها معا. إن شاء الله الولاد يجيبوها وعنا جوالات باهين وإن شاء الله يفرحونا وخلي الجو يتبدل. توقع الفريق القومي التونسي مش يلعب نهار الاثنين مش باش يربح باش ينهزم. يعني المنتخب التونسي قبل في 78 الأرجنتين كانت جوالات تتعمل عليهم وتربح، أما الجوالات بتاع توا للأسف الشديد ثم هزيمة مش تربح تونس. إن شاء الله مربوحة وإن شاء الله ربي معانا وإن شاء الله ينورونا في الإكيب إن شاء الله حتى أموا يتعادلوا وإن شاء الله يكملوا حتى الآخر أموا يشرفونا بالمشاركة. إن شاء الله نكونوا موفقين. الإنجليز صحيح وبلجيكا صحيحة، نقلعوش يتريح الإنجليز ولا أنا نخرجوا حتى بنقطة تعادل تسمى فيكتوار تسمى بالنسبة لنا. توقع تونس باش تربح نهار الاثنين إن شاء الله على الأقل 2-0 على الأقل إن شاء الله. والله بالنسبة ليكيب ناسيونال نتصور شتعدي بريمير ميتون بي معناتها، أما اللي خوف الفيزيك. الانجلتير كيب عندنا سنين من اسمه مش باع، عندنا سنين معناتها غايبة براتيكمون، أسامي مش كبيرة مش معروفة، اللي تبقى اللي خوف كما قلت لك الفيزيك. معنا من موسكو مراسلنا محمد حسن. محمد، أطلعنا على الأجواء لحظات وتبدأ مباراة تونس وإنجلترا، كيف تبدو الأجواء الآن وكيف تبدو الاستعدادات؟
صحيح تنظر هذه المجموعة فيها منتخبين قويين هم إنجلترا وبلجيكا. بلجيكا أظهرت أنه لا مكان للصدفة في هذه المباريات، الخبرة أظهرت تفوق واضح على بنما وحصدت 3 أهداف واضحة. الآن الأنظار إلى تونس، هل ستتمكن تونس من الفوز على إنجلترا؟ نذكر بأن تونس كانت قد واجهت إنجلترا قبل 20 عاما في مونديال فرنسا ولكنها خسرت 2-0. يأمل المشجعون العرب الآن أن تكون النتيجة معكوسة، كما يتضامن مشجعو أمريكا اللاتينية بين بيرو وأرجنتين والبرازيل والمكسيك في تشجيع فرقهم. يتضامن المشجعون العرب هنا بتشجيع فريق تونس. نرى هنا المشجعين من تونس، من مصر، من المغرب جاءوا لتشجيع المنتخب التونسي، ولكن أصواتهم في الحقيقة لا تعلو على أصوات المشجعين المكسيكيين الذين ما زالوا حتى الآن لليوم التالي يحتفلون بنصرهم على ألمانيا البارحة. دقائق وتبدأ المباراة بين تونس وإنجلترا، نتابع ونشجع طبعا. نعم، شكرا لك محمد. على كل حال حتى الجماهير المكسيكية ما زالت تحتفل، وقيل بأنه كان هناك زلزال اصطناعي في المكسيك نتيجة الاحتفالات وفي بهذا النصر العظيم. شكرا جزيلا لك محمد. كما نرحب بمراسلتنا من تونس أميرة مهذب التي تنضم معنا الآن. أهلا بك أميرة. إذن دقائق وتبدأ هذه المباراة بين المنتخب التونسي والمنتخب الإنجليزي، كيف هي الأجواء وما هي التوقعات بالنسبة للتونسيين؟ أهلا سرمد، في الحقيقة الأجواء هنا حماسية بامتياز، الكل على استعداد لمتابعة مباراة المنتخب الوطني التونسي أمام نظيرها الإنجليزي في الجولة الافتتاحية للمجموعة 7 في مونديال روسيا 2018. نذكر أن هنا توافد العديد من المشجعين نساء ورجالا وحتى أطفال لتشجيع منتخبهم الوطني أمام النظير الإنجليزي، حيث تعرض هنا في أمام قوة المنزة بالحي الأولمبي الرياضي بتونس عاصمة شاشات عملاقة النقل المباشر لهذه المباراة التي تبدو مصيرية ليس للشعب التونسي فقط بل للمشجعين العرب الذين يعلقون آمالا على المنتخب السوري قرطاج، خاصة بعد هزيمة مصر والسعودية والمغرب في مباراتهم. نذكر أن تونس لم تترشح إلى كأس العالم منذ سنة 2006، وهذا ما يزيد المسؤولية أكثر على نسور قرطاج، لكن أمل حقيقي نراه هنا في قلوب المتابعين والمشجعين الذين قدموا حاملين رايات العلم الوطني التونسي هنا ورائي. طيب هذه أميرة، هذه المشاهد التي ورائك، هل هو تجمع خاص لمشاهدة هذه المباراة؟ هذه مبادرة قامت بها عديد من الجمعيات، وحتى تكون يعني كل الجماهير التونسية متحدة راية واحدة ويد واحدة في تشجيعهم للمنتخب الوطني التونسي. يعني نذكر أن تونس لم تخسر أي مباراة في تصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018، وهذا الأمل هنا نشاهده في قلوب الجماهير المتابعة والمشجعة للمنتخب الوطني التونسي على أمل أن يفوز الليلة أمام النظير الإنجليزي. نعم إن شاء الله. شكرا جزيلا لك مراسلتنا أميرة مهذب من تونس، كما نشكر أيضا مراسلنا محمد حسن الذي انضم معنا من العاصمة الروسية موسكو. شكرا جزيلا محمد. أما كما تترقب الجماهير المصرية والعربية يوم غد المواجهة المصرية لمنتخب الفراعنة أمام أصحاب الأرض المنتخب الروسي في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى. المزيد حول هذا اللقاء في التقرير التالي. بشعار الفوز ولا غير، يرفع المنتخب المصري عنوان التحدي والعودة إلى دائرة المنافسة عندما يواجه أصحاب الأرض المنتخب الروسي على ملعب سان بيترسبورغ في الجولة الثانية لمباريات المجموعة الأولى من المونديال. منتخب الفراعنة الذي يشارك في العرس العالمي لثالث مرة في تاريخه يدخل اللقاء أملا بتعويض الهزيمة في الجولة الماضية أمام الأوروغواي بهدف نظيف. وعلى الرغم من الخسارة القاسية في الدقائق الأخيرة، إلا أن المنتخب المصري قدم أداء مميزا في ظل غياب أفضل لاعب في إفريقيا والدوري الإنجليزي الممتاز العام الحالي محمد صلاح، الذي من المتوقع أن يشارك في هذه الموقعة أساسيا بحسب ما أكد المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر، فيما تحوم الشكوك بشأن جاهزية كل من طارق حامد ومحمود حسن.
وسيتطلع صلاح الذي سجل 71% من أهداف مصر خلال التصفيات إلى قيادة الفراعنة لتحقيق أول انتصار لهم في تاريخ مشاركاتهم ببطولات كأس العالم. احنا مش لو كلبنا بكده فيها انك تخسر مباراة في أول في الجروب ستيج دي مهمة جدا، يعني عملية صعب جدا بتصعب علينا الأمور في المباراة الثانية، لكن في النهاية نقول احنا ان شاء الله الولاد متحمسين عايزين يعوضوا الهزيمة وان شاء الله يكون نصيب كويس في المباراة الثانية ان شاء الله. وعلى الجانب الآخر تدخل روسيا منتشية باكتساحها المنتخب السعودي في المباراة الافتتاحية بخماسية نظيفة عادلت بها أكبر انتصار في المباراة الافتتاحية لكأس العالم. الدب الروسي تلقى صفعة قوية بعدما تأكد رسميا غياب صانع ألعابه آلان جاكويف عن هذه المواجهة المهمة بعد تعرضه لإصابة في الفخذ خلال اللقاء الماضي. المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، فالمنتخب المصري فريق قوي وظهر بشكل جيد في مباراته الأولى، ولكني واثق من قدراتنا في تحقيق الانتصار. لقد أثبتنا للعالم أننا نلعب بشكل ممتع. كتيبة كوبر تأمل ألا تكون أول منتخب يودع البطولة، خاصة بعد غياب دام 28 عاما عن المونديال، إلا أن جميع الاحتمالات تبقى واردة في أول لقاء دولي يجمع المنتخبين. كشف شبكة رصد زلزالية للتحليل والتحقيق الجيولوجي المكسيكية أن العاصمة مكسيكو سيتي تعرضت لزلزال اصطناعي عقب إحراز لوزانو هدف الفوز في شباك المنتخب الألماني يوم أمس. رجحت التقارير الزلزال إلى قفزات مشاهدي مباراة وضرب أقدامهم بالأرض خلال الاحتفالات الكبيرة في العاصمة، إذ أشار التقرير إلى أن حساسين التقطا مؤشرات لحدوث زلزال اصطناعي مع تسارع في حركة طبقات الأرض. هو فعلا زلزال زلزال اصطناعي. نتحول الآن إلى برنامج للخبر، بقية مع وائل التميمي.